السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا أنا معايا محل، فحاطط فلوس في عشان حساب في البنك، بحول للتجار منهم. فأحيانا الفلوس مثلا بتقعد شهر، المهم ما بتقعدش سنة كاملة يعني بالشهر، وبحول للتجار. فحكم ال كيف تحول للتجار؟ يعني تاجر لي عندي مثلا 20,000 بحول له من الحساب في البنك. الصورة لا أعلمها جيدا. يعني أنا مثلا التجار ليهم حساب مثلا في البنك، عايزين باخد منهم بضاعة وبحول لهم عن طريق البنك من الحساب بتاعي. يعني أنت تشتري بضاعة وتحول للتجار ثمن البضاعة عن طريق البنك. عن طريق البنك. وما المشكلة؟ المشكلة إن أحيانا حسابي ممكن يبقى فيه فلوس تقعد في الحساب شهر أو شهرين كده يعني. ويعطوك فائدة عليها. لا ما اعرفش، ما شفتش فايده مني، ما اعرفش صراحه الفايده. شوف اذا كان بيعطوك فايده عليها اخرج هذه الفايده على سبيل التخلص من الفقراء. بس السلام عليكم. لا لا يا اختي، اعمل لا يسال عن حولان الحول.